هذه كانت أول طائرة مدنية تهبط في مطار عدن الدولي المغلق منذ أكثر من شهرين. ففي 22 من فبراير الماضي تم تعليق جميع الرحلات الجوية لدواعٍ أمنية بعد أن شهد المطار هجمات عدة في كل مرة كان يعلن فيها إعادة افتتاحه. احتاج المطار لصيانة تامة عقب الدمار الذي حل به بفعل حرب ميليشيا الحوثي والمخلوع على عدن. هذا المطار كان في تلك الفترة ساحة لأقوى المعارك وأشرسها، وعند التحرير صار هو المكان الأول الذي تم استعادته من قبضة الميليشيا. استؤنفت الرحلات الجوية في المطار برحلة أولى من العاصمة الأردنية عمان إلى عدن، تقل على متنها وزير النقل مراد الحالمي ليعلن حال وصوله إعادة افتتاح المطار بشكل رسمي ودائم. كمرحلة أولية ستنطلق من مطار عدن رحلتان أسبوعياً، وسيفتتح المطار تدريجياً أمام الملاحة الجوية للتخفيف من معاناة السكان ونقل الجرحى إلى الخارج للعلاج. تعود الحياة إذن لمطار عدن الدولي، وتعود عدن للتواصل مع العالم من جديد. فهل ستستمر الرحلات هذه المرة بشكل دائم كما تم الإعلان عن ذلك؟